فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازه ومقرمشة وسخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تيستي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولولنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. بسم الله أول مبدأنا صلى الله علينا بينا. نحنا كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا، لكن بيش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا، وكل واحد فيكم بمانة يسمعنا ويرد علينا، وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا. نبو لمتكم يلانا في حكايتنا كان بدينا. حكاوي جدي. لك ربع ساعة تاكل فيها البرتقالة يصدم ولا عاد كملتها لطلقتها في حالها. والله انقلها سمحة يا جدي. كملتها جدي خلاص. هاي كملت كيف خلاص؟ ما ينفعش. وين ادب الطعام؟ وين قولت الحمد لله رب العالمين؟ والله يا ودي حتى بسم الله من ظني قلتها. من قال نسيتها يا جدي؟ عود بالله مش ترجيم. رد بالك يا وليدي، راه ذكر الله هو اللي يحميك ويدفع بيك من كل سوء ويبعد عنك الشيطان. صدق الصح. كل ما تبدأ في حاجة لازم تسمي، وكل ما ترادك نفسك بسوء تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى لما تشوف أمر يضايقك وما يعجبكش قول لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى يا جدي ما تقول لي لما يخلط فينا واحد شو نقولوا له؟ احنا نقولوا له حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه انت عندك علم، حتى العلماء قالوا بان الفرق ما بين اللي يذكر في الله واللي ما يذكرش فيه كيف الفرق ما بين الحي والميت. حتى قصدك لما نلعب لازم نسمي يا جدي؟ لازم في كل وقت. حتى لما كرمك الله بتخش الحمام شنو تقول؟ اللهم اعوذ بك من الخبث والخبائث. ذكر الله يا وليدي يحفظك وينجيك كيف منجى سيدنا يونس عليه السلام. يونس شكله في قصة اليوم على سيدنا يونس. مش عارفها. اسمع معنا. سيدنا يونس عليه السلام كان مسافر على ظهر سفينة، وفجأة البحر تعلى ورقت الأمواج وتمت السفينة تموج علي شوية وتغرق. سبقت السفينة وشنقال قال ارموا جميع الأحمال الزايدة والبضائع اللي في السفينة علي خاطر شنو ما تغرقش. عزقوا 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 ما فيش فايدة، ما زالت السفينة مهددة بالغرق. رد قائد السفينة وش قال لهم؟ لازم ديروا قرعة واللي تجيه عليه القرعة نرموه في البحر. عليش؟ عشان السفينة ما تغرقش ونخفوا الحمولة. داروا قرعة، جت علي منها القرعة؟ جت علي سيدنا يونس عليه السلام. قائد السفينة قال مستحيل نرمو نبي الله. عادوا قرعة من جديد، جت علي من؟ جت علي سيدنا يونس ثلاث مرات. ثلاث مرات على سيدنا يونس. كل مرة يجروها وتجي عليه هو. صب سيدنا يونس وشن قال؟ قال لازم ترموني لأن هذا هو أمر الله وربي بهكي فلازم أندير. وفعلا رموه في البحر، ولما رموه ابتلعته الحوتة الكبيرة العملاقة. وأصبح سيدنا يونس في بطن الحوت يسبح لله ويذكر فيه ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عشان هكي ربي نجاه سبحانه وتعالى وأخرج من بطن الحوت بفضل شنو؟ بفضل ذكر الله والدعاء. والدعاء.
هكي تمينا حكايتنا. شكرا للي تابع فينا. غير الأنوان الحلقتنا عنكم بالعاني خبينا. تتصلوا هذه فكرتنا، تقولوا عنوان حكاوينا. في كل حكاية غايتنا نحكو عن صفة تعنينا. بكرة تجدد لمتنا، يا ريت الكل يراجينا، وتبقى هالدنيا رضتنا كان انتو راضين علينا. حكاوي جدي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي، مش أي حكاوي. فوازير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وتجيك طازه ومقرمشه وساخنه. اوه حاجه صح ومش ضايق. البيتزا الامريكيه اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجه تعويتك في صاله الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجه فوق الخيال. اكيد عرفتوا على من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعه العرب الطبيه. البيضه قرب الاذاعه خلف مصرف الامان. طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية. شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن، هابي تستيك.